اي اعتداء يصير احنا منتسبين موجود، نقيم دعوه نلقي القبض على المعتدين ونسلمهم الى المراكز. اكو مراكز عندنا، في مراكز عندنا تابعه القيادة شرطة بغداد، في بعض المستشفيات الكبيرة مثل مستشفى اليرموك، مدينة الطيب، هاي قريبة علينا نقيم دعوة، جماعتنا يقيمون دعوة، وأيضا الكوادر الطبية، المستشار القانوني للكوادر الطبية يقيم دعوة. وهاي دائما توجيهات السيد معالي وزير الداخلية المحترم والسيد الوكيل، توجيهاتنا إن ما نتنازل إلا بأوامر وتعليمات من يمهم، حتى يصير رادع، لأن إحنا تدري اليوم أخوتنا يبذل دائما جهود متميزة بهيك ظروف. تدري إحنا مرينا بوباء الكورونا، يعني كان يعني عمل جبار للأخوة الدكاترة، وكانت تعرف اليوم الحجر الصحي، وجماعتنا نوبات يحاول يريد يوصل المريض بأي طريقة وبأي صورة، لأن تدري مريض عزيز عليه. فلذلك شوف صارت عندنا عدة مشاكل واعتداءات على الكوادر الطبية، فالحمد لله نتلافى أي مشكلة تصير.